أعزائي المشاهدين طيب الله أوقاتكم أينما كنتم في ربوع ليبيا وفي كامل أرجاء الوطن العربي لا بد أن للمرأة الليبية أثرا بالغا إبان ثورة السابع عشر من فبراير وبعدها فبعد أن جث العقيد لأربعة عقود على صدور الليبيين جاءت هذه المرأة لتخط ملاحم سجلها التاريخ بأحرف من ذهب بل لنقل بأحرف من دموع العين الخاشعة التي ظرفتها سخية على أبنائها الذين دفعتهم من أجل ليبيا ولأجل ليبيا فقط سعيد جدا اليوم باستقبال السيدة رويده هي الناشطة الحقوقية والدكتورة نجية جم الأكاديمية والناشطة في مؤسسات المجتمع المدني والأستاذة سميرة كرموس ناشطة بمؤسسات المجتمع المدني أيضا أنتم أعزائي المشاهدين أيضاً ستكونون برفقتنا طوال هذا البث المباشر واليومي لمختلف فقرات قناة ليبيا بانوراما في حلتها الجديدة والنوعية والحصرية. نشاهد هذا التقرير ونعود لنواصل النقاش. لم يعرف العالم شيئا عن المرأة الليبية إلا نساء حلقن حول العقيد كنا حارسات حملنا السلاح في عمر مبكر في صورة أهنت المرأة الليبية بحجة مساواتها مع الرجل 42 عاما من التغيب والظلم والإهمال والإهانة افتتاح الكلية العسكرية في 78 هذا نكبة، هل كان ينقص ليبيا في ذلك الأوان؟ عادة أن العالم يفتتح الكليات المتقدمة العلمية ومجالات البحث العلمي وغيرها التي تلائم المرأة الليبية. لم يكن ينقصنا الرجال للدفاع على ليبيا حتى نحتاج الى كليه عسكريه كان لها انعكاساتها وكانت الهدف منها كان يعلم ذلك الخبيث ان في ذلك الاوان لم يلتحق بتلك الكليه العديد من النساء ولكن كانت زرع البدار، زرع البدار هذا نوع من العنف لان تبعه عسكرت المجال التعليمي في ليبيا أمهات وزوجات شهداء مجارة أبو سليم كن وقودا لشرارة الثورة في بنغازي فصيحاتهن تعالت في ميادين المدينة منذ الأيام الأولى للثورة ولدي بريء الله سبحانه وتعالى وعي طيب وعي صلي خمسة وقات وهذا الوحيد اللي عندي عندي عي المريض قاعد وهذا جوزي انقطع ما عندي حد إلا الله أنا في فيها ما عنديش حد لا هو لا حكمه ولا قالوا هذا شندير، داير ولا اثبت ظلم لا دق عليه شين ولا ضرب بعماره ولا ضرب زب ضابط كيف ما قالوا شن وكاتب رسالة النباري ياخذوه ويضربوه في المسلمين وخلاص ودزوا لي ورقه مصوره جاء السابع عشر من فبراير ليكشف للعالم وجه المرأة الليبية الوضاء فهو قبل هذا التاريخ ليس كبعده ثمانية أشهر من القتال والتضحية الجسام كنا فيها سندا للرجال ابا واخا وزوجا وابنا وظهرت نساء كثيرات يرتدين نقاب العفه لحمايه انفسهن من ان يكن طرائد للعقيد. النظام الطاغوت اهان المراه الليبيه اهانه عظيمه بدايه بماده بعدة اوجه. البدايه كان عندما تم الدوس على الفراشيه الليبيه في ميدان الشهداء. آه هذا الحدث ليس بالامر الهين، هذا كان في منتصف السبعينات الفراشيه الليبيه هي لباسنا الاصيل هي رمزنا ما كانش في عبايات ولباس الحجاب المختلف الان الفراشيه الليبيه هي التراث هي الاصاله آه جعلها شعار للقيود وجعلها شعار للتخلف وهذه اكبر اهانه بعد خمس سنوات من عمر الثوره وانطلاق عهد الاعمار، تجد الليبيه اليوم نفسها كالنحله تنتقل بين ميادين العمل الهادف لبناء الدوله لتعيش بدايه نضال جديد يستكمل مشوار الثوره الذي انهى عهد العقيد عديد المكاسب تحققت للمراه الليبيه بفضل ثوره السابع عشر من فبراير بامكان كل امراه في ليبيا ان تنتمي لحزب سياسي وان تمارس العمل السياسي كذلك بامكاننا العمل في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت غائبه طيله العقود الماضيه من حكم النظام السابق. المرأة الاعلاميه ايضا اصبح لديها قلم للدفاع عن حقوقها وبذات القلم يمكنها ايضا ان تنتقد الاداء الحكومي والسياسي ايضا لها الحريه المطلقه في تبني القضايا في المجتمع سواء كانت قضايا تخص النساء او قضايا سياسيه واجتماعيه بشكل عام كل هذه المكتسبات ظلت أه أه ولا تظل حتى الان يعني هي رهينه لمخاوف، مخاوفنا من ماذا؟ مخاوفنا من ما ستؤول اليه لـ 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 الاحداث السياسيه وكذلك من الخارطه السياسيه الموجوده الان في البلاد، فمن المعروف ان كل الاعمال السياسيه الان دون نتائج، يعني نحن لم نلمس نتائج بعض. شقائق الرجال من نساء ليبيا نلا شرف المشاركة في إنجاح الثورة وبناء الدولة وكنا خير رفيق في معركة التحرير والبناء قبل أن ننطلق في نقاشنا مع ضيفاتنا الكريمات ننتقل مباشرة إلى ميدان الشهداء لننقل لكم الصور المباشره من هناك وهذه صور مباشره تاتينا من ميدان الشهداء بدايه توافد الليبيين على الميدان للاحتفال واحياء ذكرى السابع عشر من فبراير المجيده طبعا كلنا نتوق لو كنا في ميدان الشهداء لنشهد هذه الاحتفالات وهذا الزخم الشعبي بداية توافد الليبيين على الميدان للاحتفال بذكرى 17 من فبراير المجيدة ولكن لنبقى هنا في الاستوديو ضيفات الكريمات وأبدأ بك سيدة رويدة الناشطة الحقوقية ما هي المكانة الحقيقية التي كانت عليها المرأة قبل ثورة 17 من فبراير بين الدعايه وما يبثه الاعلام وبين الواقع والحقيقه التي عايشتها انذاك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احييكم اخوتي اخواتي الكريمات في الأستوديو احيي الشعب الليبي احيي حرائر ليبيا جميعا الذين خرجوا بعد أربعين سنه من تحت عباءه العقيد العقيدة الذي راى في ليبيا لم يرى فيها الا القدافي العقيده التي اختزل ليبيا في شخصه المراه في زمن العقيد يكفيك ما خطه في كتابه اللا اخضر كتابه الاسود عندما قال عندما قارن المراه بالدجاجه قال المراه تلد والدجاجه تبيض المراه في عهد القدافي هي دجاجه لا اكثر ولا اقل البسها الثوب العسكري اهانه ولم يقصد بها ابدا ان يرفع من مستواها المراه الليبيه في عهد العقيد حرمت من التعليم كثيرات عندما نكب الليبيون بعسكرة الثانويات والمدارس في ذلك الوقت كثير من الليبيين اضطروا لإيقاف بناتهم عن الدراسة فحرمت شريحة كبيرة من المجتمع الليبي من الدراسة أحييهم اليوم في ذكرى فبراير اليوم ومنذ خمس سنوات خرج شباب ليبيا ليقتصوا من ذلك الظالم ويستردوا الحقوق المرأة الليبية اليوم بعد فبراير تعيش حياتها وتبدأ في محاولة بناء خطها الجديد تحاول أن تعيد دعنا نقول ما طمسه القذافي في ذلك الوقت الهوية الليبية طمست في زمن القذافي حاول أن يطمس كل جميل في الشخصية الليبية في صورة عدائية شرسة جدا، عندما تدخل الطالبة إلى الجامعة مثلا كنا يختطف الكثير من من الطالبات في الجامعه ولكن لم يكن هناك ما يغطيه من الاعلام يختطفنا يعني بغيه ماذا تختطف المراه كان هناك من في بعض العقول كان القذافي عندما في بدايه الثوره كان يجتمع بالطلبه في الجامعات ويفتح لهم مجال الحديث فكثير منهم من احرار اولئك الطلبه كانوا ينتقدوا اداءه السياسي في ذلك الوقت وما كان يحاول ان ان يعمله بمجرد ما ينتهي خطاب العقيد يتم خطفهم شابات شبات وشباب المرأة الليبية قبل فبراير كانت تلك المرأة التي تبكي ابنها وزوجها السجين والمغيب يعني حتى لم يكرمها بأن يعطي رفات أبنائها إليها المرأة الليبية قبل فبراير كانت تبكي ذكرى أولئك الجنود الذين رماهم في رمال تشاد وفي أوغندا المرأة الليبية قبل فبراير كانت تبكي الكثير من المكتسبات التي حرمت منها، يكفيك ان المرأة الليبية سجنت لا لشيء الا لانها حلمت بان تؤسس مؤسسة مجتمع مدني تجمع بها المال لتعيل بها العوائل الفقراء من تعيل بها الارامل وتعيل بها الايتام فكان نصيبها السجن في ذلك الوقت. وأنا أتأسف كثيرا على من يبكون أيام العقيد ولكن لا أقول شيئا إلا أن ذاكرة الشعوب ضعيفة نعم وتأتي فبراير في كل عام لتذكرنا بجرائمه أنا لست ضد أن تعرض كلمات وخطابات القدافي المجنونة في ذلك الوقت أو أن تعرض جرائمه لا ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين نعم أنتقل إليك سيدة نجية أمام هذا الواقع المزري التي شهدته المرأة الليبية من تهجير وتقصير وتعسف ربما عليها وعلى شخصيتها وتشبيهها حتى بالحيوان حتى ما كانت الانسان لم تكرم بها في عهد الباطش الطاغوت معمر القذافي. لابد انها كانت من اولى المحركات لنفحات ثوره السابع عشر من فبراير. انت هنا بعد خمس سنوات من الثوره ما هي المشاهد التي بقيت في مخيلتك التي فعلا دللت على ان المراه كانت من رواد ومن قيادات ثوره السابع عشر من فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. احيي قناه بانوراما على هذه الاتاحه لانقل تهنيه للشعب الليبي في كافه مدنه وقراه. نعم. بمناسبة الذكرى الجليلة ذكرى آه 17 فبراير التي حررتنا من برات الطاغية فأقول بالنسبة لل حال المرأة في ذاك الوقت آه عندما همشها الطاغية وجعل منها وسيلة من وسائل آه التسلية والترفيه نعم. آه عندما اندلعت الثورة أنا أحد الناس اقولها دفعتني حركات الشباب في بنغازي والمراه التي تبكي ابنائها الذين قتلوا في سجن سليم دفعتني لان انطلق هنا في طرابلس انطلق بكل حماس أن فعلا انتهى عصر الظلم لا بد أن ننتفض لا بد أن ننهض لنحيا حياة فعلا عشنا أبان هذه الثورة حياة كريمة حياة أحس فيها في بأنني إمرأة أنت مخلوق جعلني الله سبحانه وتعالى أخت الرجال وأمهم وابنتهم فهنا الثورة هذه أعطتني فعلاً هو اعطت للمراه انا احكي عن وجهه شخصيه، نقول ان اعطت للمراه مكانه حستها بوجودها ككائن حي، عكس ما ذكرت الاخت رويدة بارك الله فيها عندما ذكر ان المراه تلد والدجاجه تلد، فهنا الفرق كبير يعني هنا في ثوره 17 فبراير جعلت المراه بطل من ابطال التاريخ يعني سطرت نساء بكلمات من نور في تاريخ ليبيا الحديث تاريخ 17 فبراير، يعني يكفي المراه مؤسسات لو انطلقنا مثلا من مؤسسات المجتمع المدني، راينا المراه الجاهله الامويه في جدابيه واحيي هنا جدابيه وابطالها الاشاوس الذين دافعوا عنها بكل ما لديهم انطلقت المرأة الأمية وأقامت ما يسمى الآن نحن نقوله جمعيات ما ذاك وقامت بالطبخ والغسل ملابس الثوار. نعم لجهة. هذه الأعمال ربما التي يستهين بها البعض ولكن كانت عبينا. في, في عمقها عونا معنويا للثوار حتى يستكملوا دربهم ومسيرتهم أستأذنك سيدة نجيل أن تقل لضيفة سيدة سميرة هذه المرأة بهذه الوضعية ربما الكارثية التي كانت تعيشها في ليبيا والتي كان يسوق للعالم عكسها بعد الثورة ربما فتحت لها الأبواب على مصرعيها لتنشط سياسيا وحزبيا ثقافيا وحتى لتدق الأبواب على مؤسسات المجتمع المدني هل ترين فعلا أن المرأة الليبية استوعبت الرسالة التي وهبتها لها الثورة ووظفت هذه المنة في سبيل أن تنهض هي بنفسها وبمكانتها في المجتمع الليبي؟ شكرا على هذا السؤال القيم طبعا استاذنك واستاذن الجميع في ان اهني قناه بانوراما بانطلاقتها واتمنى وادعو الله ان تكلل هذه الجهود بالنجاح وبالاستمراريه وان تدخل قناه بانوراما كل بيت وكل قلب بتميز وايضا لا يفوتني ان اهني شرفاء ثوره 17 فبراير رجالا ونساء وشبابا آه بهذه المناسبة العظيمة التي فعلا أتاحت لنا آه وفتحت لنا أبواب آه عدة نحو التقدم ونحو الرقي ونحو الإنسانية. فأنا أحيي كل من قام بهذه الثورة وكل أم دفعت بابنها لهذه الثورة وكل أم شهيد أحب آه على رأسها في هذه اللحظات السعيدة. آه بالنسبة لسؤالك آه أخي الفاضل آه طبعا المراه الليبيه كما آه سرد آه خواتي من قبل آه في حديثهن آه كانت فقط صوره وليست بواقع احترام للمراه الليبيه، المراه الليبيه مكرمه في ديننا الاسلامي آه ولها ادوار عده لو تذكرنا الصحابيات نعم. آه كانت وزيره في الاقتصاد وكانت في آه داعيه وكانت كسيدات وامهات المؤمنين وكانت مصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك وكانت هي الطبيبة وهي المهندسة وهي المعلمة وهي الداعية وكما قلت هي وزيرة في السوق في الاقتصاد ولكن أتى أتت وأيضاً في بداية الخمسينات بعد ظهور المملكة الليبية لا ننسى أن هناك كانت فضليات كاتبات واعضات طبيبات كان هناك معلمات ونفتخر بهن في فتح حتى في اعلاميات كانت كالسيده خديجه الجامي السيده نادره نا. العويتي السيده صديقه عربي سيدات فضليات تذكر استاذاتنا كالسيده رباب ادهم اذكرهم بالخير ان شاء الله والسيده عايده طالب هناك الكثير من المعلمات كان لهن فضل كبير ولكن اتت الفتره الزمنيه التي حاول النظام نعم. أن يدخل المجال العسكري للسيدات نريد بعد نعم. إذنك سيدة سميرة أن نذكر أن هذه الصور الآن تريدنا على الهواء نعم. من ميدان الشهداء بطرابلس أجواء حقيقة كان الواحد من يتوق أن يكون بين المتظاهرين هناك ولكن أيضا حديث, حديث معكم في أول إطلالة لقناة ليبيا بانوراما تكون ضيفاتي من النسوة اللائي شاركنا في ثورة السابع عشر نعم. من فبراير هي أيضاً منة تمنون بها علينا. تفضلي سيدة سميرة بعد ما قلت وذكرتي لا. من دور الليبيات الذي لا يمكن إلا لجاهل أو ربما كاذب أن ينكره عبر التاريخ. أكيد. رأيت أن هناك يعني تغيباً ممنهجا لهذا الدور المرأة الليبية. أكيد. نعم. تغيب ممنهج فعلاً حتى لزعيمات الوطن كزعيمة. زعيم الباروني وزعيمات كثيرات ظهرنا في قبل الانقلاب انا لا اقول ثوره سبتمبر ان نعم. يعني الثوره يقوم بها الشعب ولكن ذلك كان انقلابا قام نعم. به افراد نعم. معينون ولكن الحمد لله ظهرت المراه من جديد وظهر لها الاحترام لان فعلا المراه في سنه سبعه وسبعين عندما اكملنا انا من الجيل الذي اكمل في ذلك الوقت المرحله الثانويه ودخلنا المرحله الجامعيه مه. شبه ان اولياء الامور في ذلك الوقت منعنا بناتهن من التعليم الثانوي لان كان التعليم الثانوي وصمه عار بان ترتدي الـ الـ ابنتهن البدله العسكريه وان يتدربن عن طريق اناس ليسوا تربويين وليسوا نعم. كفء وليسوا محترمين للمراه الليبيه فكان من فقط العمل الذي عمله الأب الليبي الذي لم يستطع أن يتحدث بحرية أو يعارض ذلك تلك الرؤية أو تلك المرحلة فقط كان يختفي من الوجود ويخفي تلك الإبنة يعني بحيث لا تظهر لهذا المجال فكان حرمت فعلا في ذلك الوقت من الدراسة الثانوية كثيرا من السيدات الآن أتذكر أنهن حرم من التعليم الثانوي فعلا اختفينا عن المشهد التعليمي وهذه جريمة في حق المرأة الليبية أنا اعتبرها جريمة كبيرة جدا أيضا نحن لما كنا في الحرم الجامعي كانت طبعا من الحين لآخر كان هناك سيدات من يقال إنهن سيدات ليبيات وسيدات المرأة ليبية نادي مساواة المرأة لم تكن تقدم لنا شيئا فقط كانت دور كان دورهن تحشيد الطالبات غصبا وتعسفا لحضور تلك الملتقيات نعم. لمنع من ابداء الراي فعلا زي ما قالت الاخوات عندما تاتي لتعطي تعطي رايك بصراحه كان لا يقبل كان ممكن بعد انتهاء الملتقى لا تدري اين تذهب يذهب الشاب او تذهب الشابه فعلا اعتبرها وصمه عار في حق المراه الليبيه نعم ولكن الحمد لله الان المراه الليبيه متواجده كقياده قياديه في مؤسسات المجتمع المدني تقدم فعلا العمل الحقيقي اللي بتحتاجه المراه من تنميه بشريه من تربيه آه آه للعقول من آه توعيه آه اسريه ارشاد نعم اسري ايضا النهوض بها في المجال الصحي في المجال الديني في المجال التربوي في المجال السياسي الان نجد ما شاء الله مؤسسات المجتمع المدني فعلا حظيت بالمراه فيها ليس فقط نحن لا طبعا اختي الفاضله اعطت نبذه عن المراه في بدايه الثوره طبعا بالنسبه للطهو وبالنسبه لمشاركه الثوار وكذا والدفع بابنائها نحو الجهاد ونحو الثوره ولكن ايضا الان نجدها مشاركه في سياسيا على مستوى نعم. عالي في الاحزاب كقيادات موجوده في الهيئه العليا للاحزاب يؤخذ برايها سياسيا واجتماعيا ثقافيا نجدها وزيره بمعنى كلمه وزيره وليس كما مم. كان سابقا مم. نجدها الان ايضا في الحوار تشارك يعني ف... خرجت من الدوره خرجت من القمه من نعم من الدور الى دور حقيقي دور حقيقي للمراه دور يحترمه المجتمع نعم. يحترمه ابي وزوجي وابني دور مشرف انا اجد الان المراه عندما بتخرج للساحات نعم. انا لم اخرج في الساحات في 20 سنه مضت ولكن الان نحن نخرج اليوم باذن الله خارجات نعم. لاحب على راس امهات الشهداء نعم سيده رويده بعد هذا الاستهلال التاريخي الذين الذي اشتكيت منه يعني في فترات تكبدتم فيها انتم وكل النساء الليبيات مشاقه ومعاناه عظيمه يقال ان المراه تلد نصف المجتمع وتربي النصف الاخر فهل المراه الليبيه اليوم مستوعبه لحجم القضايا ربما العالقه بذمتها حتى تنطلق في مسعى ومسار الاصلاح حتى تجب ربما وتكنس كل هذا الماضي المشين الذي كنتن تتحدثن عنه. اخي الكريم الماضي المشين أربعين سنه نعم. يعني اعيدت فيها بناء الشخصيه الليبيه غيبت فيها كثير من المبادئ كثير من الـ من الـ من, الـ من الـ الاخلاق للاسف يعني منظومه الاخلاق في عهد الأربعين سنه ضربت والان ندفع الان نحن ندفع الان ضريبتها نعم. ان نقول ان الثوره تؤتي اكلها بين ليله وضحاها هذا لا يقوله الا سمحني في الكلام الا جاهل نعم من يقرا صفحات التاريخ يعلم جيدا ان بناء الامم يأخذ والدول وقتاً والم... ياخذ وقتا اكثر من عشر سنوات نعم القدافي لم يهدم تلك الاساسات الصلبه التي وجدها في المجتمع الليبي المحافظ المجتمع الليبي الذي كان فيه شريحه كبيره منه كانت جاهله ولكن يعني غير متعلمه كانت تعاني الأمية ولكن كانت هناك منظومة أخلاق كان يعيشها الليبيين القدافي عامل على ضرب تلك المنظومة من أول يوم جلس فيه أو من أول يوم نكب فيه الليبيين بنكبة سبتمبر <applause> اللي عند الآن المرأة تعاني آآ من آآ سبب آآ النكبة لأربعين سنة نحتاج الكثير من الوقت سواء المرأة أو الرجل نحتاج كثير من الوقت لإعادة البناء بناء الإنسان أولا علينا الآن أن نتجه جميعا إلى منظومة الأخلاق ما, ما الذين حاولوا إفساد الثورة علينا اختاروا تلك النماذج المريضة من المجتمع أولئك أبناؤنا وبناتنا ولكن للأسف منظومة الأخلاق مضروبه عند عند البعض ها هي للاسف المراه استاذه رويده تشارك ايضا اليوم في الاحتفالات التي تصلنا من ميدان الشهداء صورها نعم المباشره واعتقد لو ان يتم احصاء عدد المشاركين في تلك التظاهرات نعم سيكون عدد المراه اكبر فيها المراه تتوق للحياه عندما تدفع المراه بابنائها فلذات اكبادها الى خط النار بان يعني فبراير هذا الحد تعلم شعرت المراه الليبيه بالخنق يا اخي يا اخي الفاضل انا اعلم سيدات فضليات نعم. اخذنا اولادهن يعني سيده يحكى عنها من مدينه طرابلس ابنها كان لا يتجاوز ال عشر عاما اخذته الى الجبل عندما كان يخيم الثوار هناك نعم. ثوار طرابلس ويعد العده لفتح طرابلس بالحرف الواحد قالت كل ما املك في هذه الدنيا لا زاد لي ولا زواد الا هذا الولد وشارك به في معركه التحرير نعم الدعم الذي قدمته المرأة يسمى عسكريا دعم لوجستي ينظر له البعض يعني ماذا أخاطط جمعت الثياب؟ طهت الطعام؟ يستهين به ولكن هل يستطيع محارب أن يصمد في في خط القتال دون مأكل ومشرب وملبس كانت هي السند وهي الظهر المرأة لم تشارك في هذا فقط سيدات فضليات وأحيي من بركم الكريم وجه المرأة الجميل السيدة انتصار العقيلي كانت سيدة من سيدات ليبيا الحقيقيات والوجه الجميل الوضاء الذي خرج على الليبيين من تحت عباءة القدافي وكانت عضو في المجلس الانتقالي قاتلت في المجلس الانتقالي في تلك الفترة وفي تلك الحقبة يدا بيد مع اخيها الرجل. المراه الليبيه شكلت منظومه رائعه في الثوره، صوره جميله جدا، عندما انظر اليها افتخر بها. بعضهم كانت بدون بدون تجهيز، يعني دعنا نقول ببساطه جاد الفقير بما لديه. الله يفتح عليك. وعندما جادت جادت فعلا، راينا امهات تدخل مكبره وابنها شهيد مسجى بين يديها. سيده الجبل ام الشهيد بن يعني هذه المشاهد أستاذ رويده لم نعد نعهدها ربما كانت تروى لنا في عهد الصحابه والتابعين لم نعهدها من سنوات نعم فتعيد ولكن الكره المراه اللي حتى تجسد التاريخ تلك سنه هذه المشاهد الله في خلقه نعم التاريخ يعاد ربما التقنيه والتكنولوجيا تختلف عن تلك الايام نعم ولكن هي نفس صدقني ربما نفس الروح نفس الريحة منها. نفس الطعم لتلك نعم. الأيام رأيناها بأم عيننا عشناها ولن يستطيع الآن جاهل أن يأتي ويزايد علينا بثورتنا نعم. دفعنا الغالي والنفيس ونحن الآن في مرحلة بناء وكما ذكرت البناء لن يأخذ يوم ليلة ولكن خلق الإنسان عجولة نعم. سيدة نجية في مجال البحث والعلم والأكاديميا هنا أقول أن دور المدرسة والأكاديمية الليبية يبدو واضحاً وجلياً في تأطير النشأ القادم الذي سيحمل على عاتقه بناء مؤسسات ليبيا الديمقراطية الحرة التي تؤمن بالقانون والحريات والمساواة أمام القانون. أنتن يعني كمدرسات أو كجامعيات هل تحسين أن زميلاتك ربما استوعبوا هذه الرسالة؟ وغيروا حتى في مناهج تعليمهم في طرق إلقائهم في تأطيرهم للساحة الطلابية ربما والجامعية وإحاطتها بما يكفي لتكون أيضا هي نبراسا وشعلة لمستقبل ليبيا والله أخي الكريم بالنسبة للدور المرأة الأكاديمية في الجامعة من جانب في جانب تنوير وتطوير المفاهيم الثوريه او الانتفاضيه التي جلبتها لنا الثوره المباركه ثوره 17 فبراير نعم. ليس من كل من ينتسب لهذا المجال الاكاديمي هو مؤمن للاسف نعم. الشديد ليس لكن توجد بعض الاخوات من منذ انطلاقه الثوره فهم كان كنا على ركب سائرات يدعون إلى مساندة التوار إلى بذل الجهد من أجل إنجاح هذه الثورة لعند اليوم يعني لما نجي يعني في المحاضرات نلقى طلاب ليس طالبات فقط طلاب بالذات يعني يعني عند اللامبالاه وعندها كلمه ليبيا عندهم نور الثوره قليلا يعني اصبح الامر فاترا عندهم حتى ثقافتهم تغيرت سلوكياتهم يعني أخذها يعني كلمه ليبيا حره انه هو حر يدير كل يرتكب اي سلوك نعم سلوك, نعم سلوك مثلا يرفع ايده في ال في, في وجه الاستاذ هذه احنا ما كانتش عندنا حتى كنا نحترم الاستاذ فنقول يا ابني الثوره راهي مش معناها انك الناس قوافل ذهبت من الشهداء لتمنح لنا حرية التعبير لكن ليس بالصورة ليس هذه. أن... يا... لا... أنا أنا حر أحترم حريتك نعم. لن أكون حرا إذا لم أحترم حرية أختي رويدة حريتك وحرية وكما الآخرين. قال تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية غيري. يا نعم فكانت العملية صعبة جدا جدا وليس بالسهل وخاصة أن الأمور الآن الحياة السياسية جعلت الموازين تنقلب أصلًا على عقب غلاء المعيشه اللي معلش سامحني في الكلمه هذه وانا البارحه حضرت كلمه المفتي بارك الله فيه البعض المنتسبين ما يسمى بالكتائب كتائب التوار للاسف المتسلقين وليس التوار الحقيقيين نعم. لاني انا نعم. اشتغلت مع توار حقيقيين لعندي اليوم ناس نزهاء ونظيفه وناس فعلا تسعى لاقامه دوله دوله الحريه دوله الدوله الديمقراطيه كما نعم. كما خطط لها مفكرون الذين زج بهم في سجون الطاغيه وبقت افكارهم نبراس لنا للاسف الشديد هذا جعل الشباب الصغير ينطعن ويشعر بالاحباط يقول لك يا فكين يعني هذه مريت منها شيء يعني استقاله من العمل جميل. يا لا فكني يعني من بيشني خليني يعني نبي نقرا نبي نقرا ونبي نطلع، وين تطلع آه نبي نقرا فيك نمشي لبرة خلاص ما عادش نبي مم. ما نبي ليبي. يعني درجة إن إحساسها بالوطنية بدأ يندت بدأ يتلاشى مش يندثر، يتلاشت، فهني الكارثة للأسف الشديد كبرى، يا ريت الناس المسؤولة، وأنا أقصد الناس المسؤولة سواء كان في في مجال التعليم العالي في الجامعة مم. بالنسبة للمدارس الحق أحسدهم إن عندهم كنترول نوع من الانضباطية نعم. وعندهم قدرة على توجيه النشأ الصغير لكن بالنسبة للجامعة الحقيقة جد صعبة نعم. ونتمنى من الناس المسؤولة إنها تدخل الميادين للمج... هدية الميادين الأكاديمية لتغير من هذه المفاهيم عن طريق تحسين الأوضاع الدراسية يعني عند الحق نعم. الطالب لما ي... أستل منك خيط هذه الفكرة لأمر معك سيدة سميرة يقال في الأثر أن السماء لو أمطرت حرية لوضع لو العبيد مظلات ليحتموا من يعني زخاتها نسمع احيانا من هنا وهناك نساء يحسبون على ليبيا او الثوره الليبيه يخرجن في الاعلام او يكتبن او يدون نبذات ربما على عكس ما كنتن تروينه للمشاهدين من خير وبركه وحريه كنا يعشنها في في زمن العقيد بل والادهى والامر من ذلك انهن الان يجلسن يعني قابعات ويتحسرن على ذلك الزمن الماضي ويبكينا نعم فماذا تقولين لهم ولماذا ربما لم يروا الحقيقة من نفس النافذة التي أطللتم منها سمحني أنا ألتم لا ألتمس لهن العذر <applause> إذا كنا هن فعلا واعيات نعم. بالمرحلة وفعلا لديهن الحس العالي والإحساس بهويتهن كامرأة ليبية أما إذا كنا غير ذلك فأنا لا ألومهن إذا ما طرحنا هذا الطرح الذي نراه على الفيسبوك وفي على الميديا بصفة عامة أن فبراير نكبة وأنهن كنا في حال أفضل أنا لا أدري ما هو الحال الأفضل هل هو الحال الأفضل عندما كنت تقيفينا بالساعات لتجلبين ملابس أطفالك أو ملابسك من نعم. الجمعيات الاستهلاكية أو ما يسمى بالأسواق التي كانت تعد على كانت مزرية أم هل آه لا أدري ماذا تقصد بالفعل إذا كانت مرأة واعية وفعلا آه تحترم آه كيانها كامرأة وتحترم هويتها ووطنيتها اعتقد انه مفترض ان لا لا تذكر ذلك الزمن ذلك الزمن لم يعطيها حقها ذلك الزمن لم يمنحها الحريه ممكن تنظر ان هي تقف خلف العقيد كجنديه او كحمايه لذلك الشخص تراه شرف فلا اعتقد ان ألا يكون كان, يعني كان لها دور ربما مشهدا مخزيا يذلها بعد ان نعلم يق... ان اكرام المراه نعم. من من الكرم انا انا اللي تعذرني حضرتك تعذرني المشاهدين والمشاهدات م -م. آه خلال بدايه آه ثوره 17 فبراير عندما في كانت تحقيقات في بعض اللقاءات آه طبعا كانت هي مخفيات الوجوه آه أنهن كنا يتحدثن ان هن كنا مجرد صورة وكنا أه حقوقهن كانت منتهكة العزاري. ومجرد بضاعات رخيصة. نعم. أه ربما كان هناك شخص أه سيدات أه طبعا أنا لا لا لا, لا لا أطلق هذا الكلام على الجميع. نعم. ولكن أه الناس التي تتحدث الآن وتقول أنها نكبة أه لا سيدتي ليست نكبة. نعم. إنها إنها فعلا أه رقيب المرأة الليبية أه ظهور المرأة الليبية الحقة. تشريف للمرأة الليبية 17 فبراير أنا يعني لم أرد البتة أن نبقى طويلا في الحديث عن هذه الحقبة القاتمة نعم. المظلمة التي كانت تخط وراء ستائر قاتمة يعني عانت منها المرأة الليبية لعقود لنستشرف قليلا يعني للمستقبل وننظر بعين أمل لمستقبل ربما ينتظر فيه المجتمع الليبي والمرأة خاصة تحديات كبرى سيدة رويدة المرأة الآن نتحدث عنها أما وبنتا وأختا ومربية هل ربما نستطيع أن نقول أن عليها أن تعي الثورة بكل مفهومها وبكل ما تحمله من ربما يعني استفاضة في المعنى والقيمة والقيم حتى تبلغ رسالتها المنوطة بعدتها قبل ان اجيب على سؤالك اريد ان اعقب م -م. على كلام الدكتوره نجيه ما يعانيه الان الاساتذه في الجامعات م -م. هو حصيله تربيه ابان القذافي نعم اذكرها واذكر كل الليبيين بصور شاهدناها انا انا ككادر في, الـ في احد كوادر التر التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم م -م. نزلت اذكر عندما في في امتحانات النهائيه في الشهاده الثانويه والاعداديه مه. كانت المعلمه سيدي الفاضل تضع كرسيا خارج الفصل ولا تستطيع ان تؤدي وظيفتها داخل الفصل وتمنع الطلبه من الغش ونقل الاجابه من بعضهم البعض مخافه على امنها وامانها كنا المعلمون كان المعلمون والمعلمات يرشقون بالبيض اذكر من نسوا في تلك الأيام وتلك الحقبة كان يرشق المعلم بالبيض ويخرج ويجد إطارات سيارته قد ثقبت وزجاج السيارة قد كسر ويلاحق بالماء, بالماء الباء النار يلاحق بها المعلم في ذلك الزمن الذي يتكون عليه الزمن الجميل كل من راى في فبراير نكبه هو في اساسه كان نكبه على فبراير وخاصه اولئك الذين جلسوا الان على مقاعد الحكم ورايناهم في صفحات التواصل الاجتماعي يتبرؤون من فبراير ويرون فيها نكبه والله هم من نكبون في فبراير أما فبراير هي نعمة من رب العالمين علينا وسنة الله في خلقه وضعت نهاية طاغوت نهاية فترة زمنية أربعين عقد أربعين سنة من من الزمن وهو يهدم في الإنسان الليبي. أطلب من الليبيين أن يذهبوا إلى المكتبات أو يفتحوا ألبومات الصور لديهم ويبحثوا في صور الأبيض والأسود يروا الليبي ذلك الليبي والليبية الجميلة في ذلك الزمن الجميل قبل نكبة فبراير نحن اشتقنا إليها تلك الصورة أيضا. فليفتحوا الآن الآن السوشيال ميديا السوشيال ميديا الفيسبوك وغيرها فليفتحوا ويبحثوا في الإنترنت على صور طرابلس الجميلة وبنغازي وسبها ومصراتة والزاوية كيف كانت جميلة ورائعة ونظيفة وكيف كان الناس يمشون مرتبين بعد بان حكم العقيد عندما نستهل نهارنا ونخرج سيدي الفاضل لم ن... لا, لا, لا أستطيع أن أرى وجها مبتسما في ذلك الوقت نعم. ما نعيشه الآن من فوضى ما نعيشه الآن من منظومة أخلاقية مضروبة وتحتاج لإعادة بناء كله حصيلة زراعة أربعين عاما تذكروا يا ليبيين، أرجوكم، لا تنسوا ذاكرة الشعوب الضعيفة التي عول عليها الإعلام الفاسد الذي حارب وبقوة ثورات الربيع العربي تذكروا جيدا آآ آآ عندما كانت تذهب تذهب الى الجامعه ماذا وجدتم فيها؟ وجدتم نعم. فيها اعواد المشانق آآ آآ والتي شنق عليها الليبيين، التي تبكي على ذلك الزمن الجميل وتقول تقول ان فبراير نكبتها، هل اشتاقت لهدى بن عامر الشانقه؟ أم اشتاقت لصباح التي رميت أسيرة في تشاد نعم هل اشتقت لفوزيه شلابي التي كانت تكشف رؤوس الليبيات في الشوارع اذا اشتقنا لذلك الزمن فليلتحقن به فلتبحث كل واحدة عن عن الصورة التي تراها جميلة في ذلك الزمن الجميل ولتلتحق بها وليتركوا لنا ليبيا نبنيها بقواعد سليمة نبنيها وليتركونا كما أعود لسؤالك نعم المهمة المناطة بالمرأة والرجل الآن بسيدات كبار السن وبشبابنا هذه وفتياتنا التي تركها نظام كيف او السبيل لاصلاحها ويعاد تهيئتها نعود الى عادة بناء فلنعود الى اصالتنا ال الذي ليس له ماض لن يكون له مستقبل عودوا عودوا الى ماضيكم قبل نكبه سبتمبر استقوا من تلك الايام الخالده الجميله استقوا من ايام الجهاد وايام البناء عندما تحصل الليبيون على استقلالهم لم يكن كأس ماء شربوه ولكن دفعوا يعني مقابله دفعوا دماء طاهرة زكية أخي الكريم مرحلة البناء ستأخذ منا وقت وتحتاج جهد أما من نكس على عقبيه فلا فلا نملك له شيئا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره ويعود إلى جادة الطريق لا. من غمامه الثوره المضاده اغمضت على على عينيه تلك الايام السوداء التي عشناها قبل فبراير، اسال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ان ينير بصره وبصيرته ولينظر، الجميع الان ادعو كل الليبيين مع من فبراير ومن ضد فبراير، ليبيا الان مركب يحملنا جميعا ان نعيش فيها ونبنيها لنا ولابنائنا والاجيال القادمه أو نحطم تلك السفينة وندخل بها لقدر الله نعم. إلى المجهول ونخسر المستقبل والماضي والحاضر شكراً أستاذة رويدة السيدة نجية المرأة ككائن حسي ربما يعني عابق بالمشاعر والأحاسيس المفرطة التي يمكن أن ترسم لوحة الثورة بإبداعات جمّة يكاد يعني بريق صداها يأفل بين الفانية والأخرى لأننا بعد الثورة يعني ربما هذا دور الإعلام الذي تغافل عنها ودورها هي أيضا إذ لا نجد المرأة الكاتبة والمرأة التي تؤرخ للحظة والمرأة الرسامة والمرأة الشاعرة والمرأة حتى الرياضية يعني كل هذه الدواليب التي على المرأة أن تتموقع ضمنها في الحياة العصرية احيانا نجدها ما زالت يعني بنوع من الحياه او بنوع من الحشمه المفرطه لا تستطيع ان تقتحمها وتدخلها من اوسع ابوابها. لا اشاطرك الراي في ذلك، لان المراه بصراحه يعني بعد ثوره 17 فبراير اثبتت ابداعيتها في نعم. كل المجالات، يعني احنا بنشوفه في من خلال مؤسسات المجتمع المدني ابداعات يعني نقول هذه المراه الليبيه فنانه. اعمال اشغال يدويه ابتكارات انتاج منتجات يعني صرنا يتجهنا اتجهنا الى ما يقال عنه بزنس يعني نعم. كان ينتجنا في منتجات ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذا ما كانش في العهد السابق الان ابان الثوره صارت المراه تخرج يحكنا ملابس جميله اشياء ابداعيه صور فنيه جميله جدا جدا يعني لم تكن زي ما حضرتك ذكرت انها بدت تنضب لا مم. انا اراها نشطت كثيرا ليست هذه حميه يعني رغم عنها؟ رغم رغم وجود تقاعس في عمليه المشاركه واندفاع المراه في مجالات اخرى مم. كمجال على سبيل المثال النشاط السياسي وما ذاك فيه عزوف لان شن صار اللي صار ان احنا وجدنا انا واحده من الناس وجدت الناس اللي كانوا ضد الثوره نساء للاسف الشديد اللي كنا آه ضد الثوره وكنا يوجه يقينا في محاضرات على آه محاسن العهد الذي تلاشى منظومه الثوره المضاده فكانت هن الان من يتصدرن نعم. المشهد السياسي نعم. في ليبيا يعني لو حضرتك مثلا لو شفت استاذه ايمان المغبي استاذه حنان شلوف يعني من النساء الناشطات لكن لم يكن لهن أي يعني أليس تقصيرا منهن سيدة نجيه عندما مثلا لا نجد حضرتكن يعني تتصدرن المشهد السياسي والإعلامي في منابر عدة ألا نقول أيضا أن هناك تقصير من كنا في الصدح بصوت كنا وإعادة إحياء بريق الثورة في نفوس المرأة الليبية نحاول أحنا. نحاول نهود. بارك الله في الأخت رويدة لولا تكاتف الليبيات الوطنيات اللي قلبهم على ليبيا ما كانش ما كانش هذا الحلقه هذه بوجودنا نحن نعم. العمليه ان صارت فيه تكالب من جهات معينة لتنفيذ أجندات معينة فلهذا تلقاهم النساء هذول النشط اللي واخدين البهرة الإعلامية ومتمركزين التمركز كامل على المشهد السياسي كانوا واقفين في ضدنا وقفين ضدنا ولقوا من يسندهم سواء كان في الم... سامحني بنقولها حتى في, اللال... في خلال المؤتمر نعم. يعني كانت فيه نساء كفؤات ما ياخذوهمش كاستشاريات في نعم. وحدات والله انا ذهلت لما تقول يعني في المكتب الاستشاري انت يا بنتي يا انت صرت يا بنتي وانت حتى ثقافتك حد معلش في التعبير هذا حد رجليك مم. يعني ما عندكش ثقافه واسعه افق واسع أسند يعني. الامر الى غير اهله نتيجه مم. ابعاد المراه الحقيقيه المراه الوطنيه التي قلبها على البلاد والعباد من اجل طبعا من, من اجل الرقي بليبيا والنهوض بها من هذا الركام الذي وقعنا فيه نتيجه مخلفات العهد الفاسد واتباعه وازلامه ونتمنى نتمنى ان يكون دور نحن ايضا نشد على ايديكم وانا سعيد جدا بان كانت اول اطلاله لقناه ليبيا بانوراما في نسختها الجديده وبثها الرسمي يعني بحضور كنا الذي ازدانت به قناتنا سيده و... وهذه احد مكتسبات فبراير نعم هذه من مكتسبات فبراير فلولا, ف... فلولا فبراير لم نعم تكن بانوراما ولولا بانوراما لم تكن الاطلاله الاولى للمراه يعني هو خطاب من خلال متطور من ربما تشهده المراه العربيه عموما والليبيه عندما أجلس بين أيديكن لأسمع يعني هذا التنظير ربما وهذا الاستشراف وهذا الاستقراء التاريخي الذي ربما ينقص العديد من المثقفين والمثقفات الذين يتصدرون المشهد ليلا نهارا نعم تفضلي نعم سمحت أزيدك من الشعر بيتا في أحد عندما التحقنا بالانتخابات ورشحت أنا والأخت سميرة انتخابات المؤتمر كانت تقام دورات او ورشات عمل للمراه المرشحه من قبل الامم المتحده وما فكان يجيبون والله العظيم معلش ما احترامي يعني احترم انا كانسانه ستينيه احترم ابنائي وبناتي لكن مش لدرجه إنه واحده تجي يجوا يحاضروا فينا قلت ويكب شنو صاير في البلاد شنو صاير في العقول هل احنا متخلفات للدرجه هذه ان تجيب لي وحده تحاضرني من امريكا جايه هي وحده ليبيه مقيمه في امريكا حتى لبسها وثقافتها وكلها بعيده عن اللي ما تعرفش ليبيا منها الا صارت فيها ثوره وجت بتحاضر باش تاخذ طبعا معروف المردود اللي ياخذوا فيه فوقفت ثم الله لا يشرفني ان احضر ورشه عمل بهذه الكفية تقي تماما قلت لها وكان فيه عضوة من حقوق الإنسان Human Rights Watch فقالت لي ليش انت متعصب؟ قلت لها قهرتني قهرتني انت وش انت اسحب المراه اللي بي حتى غيبنا 42 سنه معناها ما عندناش مفكرات ما عندناش حاكمات بالعكس عندنا اتقي تماما محاضرتها <applause> هذه اني نعطيها لك بالانجليزي ونعطيها لك ارقى منها وبادله وصور ابدا منها وانا على ثقه من ذلك سيده نجيه لان العبارات خانتك يعني لقد تلفظت ببعض العبارات الانجليزيه في مداخلتك ولنذكر الساده المشاهدين انك مدرسه لغة الانجليزيه اعود اليك سيده سميره والسيده نجيه دعتنا للاستفاقه ويك اب الا يمكن ان نقول ان المجتمع المدني ايضا الذي يعتبر رافدا من روافد الثوره واحد حصونها ودروعها التي يمكن اذا ما تموقعت ضمنه المراه وشكلت اهدافها خلاله يمكن ايضا لها ان تلعب دورا مهما على غرار العمل السياسي. المجتمع المدني الليبي اليوم هل يشهد اقبالا من المراه الليبيه؟ اكيد المراه الان نجدها مقبله اقبالا قويا جدا في مؤسسات المجتمع المدني ونرى الانتشار في كل المدن الليبية وفعلا تحول من مرحلة في بداية الثورة اللي هي مرحلة الإغاثة ومرحلة الدعم المادي واللوجستي ولكن الآن أصبح فعلا دور التثقيفي نجد أن في مؤسسات المجتمع المدني يعملنا على إتاحة الفرصة لتنمية العقول ولتربية المرأة من في جميع النواحي بالخروج في, في محاضرات تنمية بشرية أيضا لدعمها في ورش العمل وأيضا لاحظنا وجودهن في مرحلة الانتخابات ومرحلة الرفع من مستواها وتثقيفها سياسيا ايضا الان نجد مسات المجتمع المدني في مسار واحد وفي عمل كتف لكتف مع اخواتنا في الاوقاف في المجال الديني في المجال التعليمي ففعلا مسات المجتمع المدني المراه تنهل منها بقوه وبشده ولا تفوت عليها الفرص وايضا نجد ايضا لا نسمع في ميدان الشهداء ايضا نجد المراه في مسلسل المدني الان حاضره متواجده لدعم المراه ودعم الشباب ودعم الرجال ايضا فهي حاضره في ايضا الان لو نجد برضو في سن القوانين كالسيده الان التي فعلا نحييها من هذا المنبر الاخت اعتماد المسلاتي في الهيئه كانت معنا مشروع في أكثر نعم وحييها واشد على يدها وايضا السيده الفاضله حنان شلوف ففعلا هذوما نعم نجدهم بارزات في وحضورهن متميز في نعم مجتمع مدني وفي الساحه الليبيه بصفه عامه. شكرا جزيلا لكنا على هذا الحضور الذي شرفني شخصيا والحديث معكن ذو شجون وانا استفدت شخصيا لان بعض الحقائق التي لم تعشها هذه الاجيال التي تربت ربما في عهد العقيد وسن لها كل شرائعها واخلاقها واعرافها ونواميسها فهذه النبذه التاريخيه التي استلهمناها من عندكم ربما اعادتنا لحقائق كنا نجهلها. انتم ايضا اعزائي المشاهدين ادعوكم الى الاستنفار والخروج باعداد كبيره افواجا وركبان وجماعات للمشاركه باحياء ذكرى عشر من فبراير ومن تعذر عليه الامر فستضمن لكم قناه ليبيا بانوراما بثا مباشرا من طرابلس وغيرها من مدن ليبيا الابيه تحيه لكل امراه حره ابيه مناضله ثوريه تحيه الى امي ايضا وكل امهات ليبيا الاحرار ما زالت النقل المباشر ما زال متواصل معكم على مدى اليوم طيب الله اوقاتكم شكرا على حسن المتابعه والاهتمام أي شخص أو شخصة عنده عيل ضائع يأتي للمنصة Thank you.